سعيد بن سالم بن دري الفلاحي، ولكن التغيير طرى وجرى في هذه اللحظات. على المركز الثاني مياس العتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي، نقلتنا التالية على المركز الرابع. أما المركز الرابع مبشر حمد بن سيل بن عبد الهادي المري في رابع المراكز، والمركز الخامس مكلف فهد بن سيف الخيارين يتواجد ومكلف في هذا الشوط. المركز السادس أرى أيضا شعار بينضم أيضا إلى المقدمة ليعلن وجوده في هذا التحدي وفي هذا الشوط. هو يتنقل الآن بين المراكز ويحمل شعار عبد الله بن سالم المسافري. المركز السابع في هذه اللحظات الوصول من غيار علي بن بخيت المسافري. أما المركز الثامن ثامن المراكز يتواجد فيه وبران سعيد بن خليفة بن زاهر الخيالي. أما المركز التاسع فهنا مياس علي بن محمد بن حاذف الاجتبي، والمركز العاشر مناور خليفة بن محمد بن مصبح الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم كاملة مكملة أعلناها على حضراتكم لنتابع 6 كيلو مترات بهذا العرض الرائع والانتشار السريع. تشكيلة حلوة وانتشار قوي في هذا الميدان، مشكلات لوحة تراثية جميلة في هذا المهرجان السنوي الكبير الوثبة 2013 التي تحتضن هذه الفعاليات. نعود مرة ثانية ونتابع الحدث. دوغان ما زال في مقدمة الشوط، محمد بن مسلم السلطان المنصوري هو من يقدم هذا الشعار وهذا الاسم على اول المراكز ليستقر. مبشر بشروني عنك، ما يدرون عني، ما دروا بلي، شغل فكري وظني. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا العرض الرائع، ولكن هني يتكلم مكلف بشعار الخيارين. وابن دري ايضا يتابع لمتابعة قوية هذه الثلاث المراكز الاولى. مبشر نعم يتجاوز، يروح عن الجعدان، يروح ويطوف، ركض لي فيه، نعم ركض فيه، فركض مثل ما تشاهدون عرض 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 رائع. ولكن اقرب منافس مكلف يحاول بشعار الخيارين. هل هو يقترب او ياخذ الناموس؟ مبشر حمد بن سهيل بن عبد الهادي المري، نعم يروح يمر الى الناموس، يروح يتجاوز ويؤمن هذا الموقع، يؤمن هذا الناموس. بدأ يقترب من أجواء المنصة ومن أجواء الفرح ومن أجواء التهاني ومن أجواء أيضا التهاني. هذه لحظة وصول مبشر إلى خط النهاية. الله الله الله، نشوف الأخيرة، اللحظات الأخيرة. مبشر ومكلف. نعم تهاني لحمد بن سهيل المري المركز الثاني، فهد بن سيف الخياري المركز الرابع، الثالث نادر لسعيد بن سالم بن دري الفلاحي، والمركز الرابع الوصول من قبل حسين بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، والمركز الخامس شاهين سعيد بن عبيد بن راشد بالعرطي الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وهذه لحظة الإعادة. المبشر ساعة وصوله إلى خط النهاية، قاطع التوقيت الزمني ب9 دقائق 25 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سهيل بن عبد الهادي المري على فوز مبشر بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب مكلف فهد بن سيف الخيارين بتوقيت زمني 9 دقائق 26 ثانية، وفاء وكمالا وتماما. المركز الثالث كان من نصيب النادر سعيد بن سالم بن دري الفلاحي بتوقيت زمني 9 دقائق 28 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.